يعني انا بحيي كل المصريين وبحيي الشرطه المصريه وبحيي اللجنه المنظمه للبطوله الافريقيه لان المظهر الرائع اللي ظهرت عليه مصر اللي كان بتراهن كتير جدا على الدول يعني ان مصر مش هتنجح في يعني استضافه بطوله افريقيا واعتذر بالمظهر الحضاري لكن المظهر الافتتاحي اللي هو مظهر اسطوري يشمل حد كبير جدا افتتاحات بطوله كاس العالم يؤكد ان مصر النهارده دوله يعني على الطريق الصحيح ويؤكد تماما ان مصر يعني دوله متقدمه بشكل كبير جدا يعني بصراحه الافتتاح اذى العالم ككل العالم الناس كلها بصت على الموقف الموجود وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود كل يعني الرموز الرياضيه وجود كل الفنانين والنواب البرلمانيين والسياسيين وجود سفراء الدول الافريقيه وجود عدد كبير جدا من ممثلي الدول الافريقيه الهامين في الافتتاح وفي نفس الوقت التشجيع الحضاري اللي كان عليه المنتخب والشكل الحضاري اللي كان عليه الاستاد وملعب الاستاد والبنيه التحتيه يؤكد ان مصر تستطيع بالفعل وبالتالي انا عندي امل كبير جدا ان مصر كمان بعد البطوله الافريقيه ان شاء الله تعالى تستطيع ان تدخل منافس كبير جدا لاستضافه احدى بطولات كاس العالم مش زي ما حصلنا في السابق على سفر المونديال لا هنقدر نعمل حاجه الحمد لله تعالى ان ربنا اكرم المصريين امبارح وكسبوا اول ماتش اي نعم الاداء كان فيه بعض علامات الاستفهام ولكن عايزين نقول حاجه نفتكر 86 لما مصر خسرت الاول مباراه في البطوله كانت امام السنغال بهدف بوكاند الشهير ولكن شاء ربنا في 86 ان مصر حصلت على البطوله الافريقيه عشان كده انا بقول للمصريين التشجيع المثالي والدعم المعنوي للمنتخب المصري في كل مبارياته والتشجيع بصوره جيده جدا هينتقل اللعيبه بالحماس باذن الله تعالى والنتيجه الحتميه ان كل المصريين يفرحوا بحمل الكاس الافريقيه على ارض مصر وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كانت رساله هامه جدا ان الرئيس راعي الرياضه المصريه بمصر وان النهارده الطفره اللي حصلت في كل الاستادات والطفره الاعلاميه اللي بتنقل لكل المصريين سعه كل استاد وشكل استاد والمناظر الخلابه اللي احنا شفناها زي استاد السويس او استاد الاسماعيليه او استاد يعني القاهره واستاد الدفاع يؤكد لك ان مصر بالفعل يعني بدات تكون عازمه تماما على تدور البنيه التحتيه في كل المجالات وخاصه المجال الرياضي مصر اللي استطاعت ان تبني اكثر من 14 مدينه رغم كل الظروف الاقتصاديه اللي مرت عليها استطاعت تبني العاصمه الاداريه اللي قد مساحه سنغافوره استطاعت ان تبني مدينه العالمين الجديده بشكل رائع وشايفين يعني حجم الانشاءات فيها شكله ازاي استطاعت تبني المنصوره الجديده انفاق سرابيوم المدن القناه الجديده الاسماعيليه الجديده بورسعيد الجديده السويس الجديده اسيوط الجديده ده يؤكد لك ان مصر قادمه على طريق التنميه الكبير جدا وان شاء الله تعالى تكون في مصاف الدول الكبرى انا عايز اطمئن المصريين ان كل الظروف الصعبه اللي مرت عليهم في الخمس سنوات بدانا نشعر ان مصر موجودة على خريطة العالم موجودة بقوة وحضارة 7000 سنة بالفعل تجسدت في اليوم العالمي بالأمس لما افتتاح المصريين يعني كان بالشكل الرائع جدا الكبير اللي احنا شفنا عليه استاد القاهرة شفنا عليه تنظيم البطولة شفنا عليه الحفل الرائع إن شاء الله تعالى نقول للمصريين كل سنة وانتم طيبين ونقول لهم هتفرحوا بإذن الله تعالى وانتم الكاس رافعينه على إيدين صلاح ورفاقه بإذن الله تعالى.